حسين يا غريب. في مجلس العلماء الدعاء مستجاب، في مجلس السيدة الزهراء الدعاء مستجاب، في مجلس أم البنين الدعاء مستجاب، في بيت الإمام الحسين الدعاء مستجاب، ليلة ختاب مجالس الفاطمية الدعاء مستجاب. هاي شروط. في مجلس حديث الكساء أحد كبار علمائنا المرحوم آية الله العظمى السيد محمد الفشاركي، هذا العالم الجليل كان يعيش أكثر من 90 سنة قبل، عنده تلاميذ مبرزين في عالم التشيع، من تلاميذ المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، من تلاميذ المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمد حسين النائيني أستاذ الفقهاء العظام في النجف الأشرف، من تلاميذ المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة 20 بالعراق، من تلاميذ المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الحسين صادق الكبير جد سماحة الشيخ المدفون الآن عندكم وله الحق على أهل النبطية وأهل جنوب لبنان، هذا العالم أستاذهم اسمه سيد محمد الفشاركي. سيد محمد الفشاركي عنده كتاب مطبوع، الكتاب اسمع عنوان الكلام، في كتاب عنوان الكلام عند الكتاب الآن، يقول: وقد اشتهر بين أصحابنا أن مجلس حديث الكساء يحضره الإمام المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد. فاعرفوا قدر أنفسكم في الواقع، هاي فرصة، والفرصة تمر مر السحاب وربما لا تعاد هذه الفرصة.